برنامج بخدمتكم من المركز الإذاعي والتلفزيوني في اللاذقية. إشراف عام مازن محمد. إشراف إذاعي لبابة يونس. إشراف برامجي ديما الخدورة. إعداد وتقديم ختام صقر. مراقبة عامة خلود ديب. رد هاتفي مرح عباس. برنامج بخدمتكم خلود يونس من الإخراج. سلامات للجميع، كل المتابعين عبر راديو أمواج وقناة أوغاريب، دائما من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية. بداية حلقتنا لليوم ودائما الاتصال على الأرقام 214-517 أو 218، ورسائلكم على الواتساب على رقم 0924-0059. أول اتصال معنا غياس. ألو. ألو، صباح الخير يا مدام. صباح النور، أهلا وسهلا. غياس حسون من الشلفاطية. غياس ولا زياد؟ غياس. غياس، نعم، أهلا وسهلا فيك. أنسي، من فترة أنا اتصلت فيك وكنت مشكورة كتير، وصلت مع مدير حفظ الساحل مشان الطريق، وعدنا يومته أنه يسوي لنا إياها، ولهلق على الوعد. ومنذ فترة اتصلت، يعني كتير كتير حصرت حط اتصالات معه، وإيه اليوم بيقول لي إيه. منذ فترة اتصلت فيه، قال لي هذا الطريق سبق وقلت له، قال لي يخدم أغراض كثير هذا الطريق. قام شركة الكهرباء منذ فترة لمحطة الرستيم تخريب هذا الطريق بحفره وردمه بالتراب دون أصلاح. مع العلم اتصلت بمدير حوض الساحل عدة مرات، وبعد انقطاع خط الري وعد سوف يبعث آلياته، وعلى علم أنت بهذا الموضوع، صحيح، لترميم هذا الطريق. مع ذلك تواصلت معه بعد منه، وقال لي يوجد شركة تابعة للكهرباء وهي التي مسؤولة عن هذا الطريق. توصلت بمدير محطة شلفاطي للكهرباء سيد عمار الشيخ يوسف، فكان متجاوب معي وقال لي الطريق ليس تابع لنا وإنما لحوض الساحل. كما قال لي أنا منذ فترة ذهبت راجلا على مثل بيقول 1 كيلومتر وسيارتي مركونة بالمحطة، لم أستطيع الذهاب بها بسبب سوء هذا الطريق. فلذلك نرجو منك، الله يوفقك، يعني هلق الحمضيات على الأبواب، ومن فترة صار مطار ما فينا جبنا حمضياتنا من المنطقة، فنعرف لوين بدنا نوصل. يعني يلا رح نتواصل مباشرة مع مدير الموارد المائية. الله يوفقك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك يا غياس، شكرا لاتصالك. بينما يجهز الاتصال مع مدير الموارد المائية الأستاذ محمود قدار، معي مجموعة من الردود للشكاوى بالحلقة الماضية.
بداية رح بلش بشكوى هي تكررت أكثر من حلقة من عين الشرقية بعد الأمطار الغزيرة اللي حصلت بمنطقة جبلة. وصلتنا الشكوى أنه حصل انهدام بطريق مجاور للطريق الرئيسي لعين الشرقية، يعني قريب من المحكمة، طريق المحكمة. بالعموم بعد متابعتها مشكور هلأ الأستاذ محمد علي مدير الخدمات الفنية، لكن أكد أنه الطريق خارج عن نطاقهم. تواصلنا مع الأستاذ مصعب أحمد مدير المواصلات الطرقية، حسب ما فهمنا هلأ ماني على اطلاع بالمنطقة ككل، لكن أنه باعتبار أوتوستراد أو طريق رئيسي. مشكور كمان الأستاذ مصعب أحمد على تعاونه الدائم. الأستاذ مصعب مدير المواصلات الطرقية، وأكد بعد الكشف والجولة على المنطقة ككل هذا الطريق تحديدا، أكد أنه هو بمحاذاة الطريق جدار حجري فوقه تربة زراعية، يعني لا انهدام في الطريق الرئيسي، وإنما هي تربة لأرض زراعية بسبب تموضع قناة تصريف مطري على محاذاة الطريق، حصل بعض الانهدامات بالتربة. فالحل الأنسب صاحب الأرض تغيير القناة، مكان القناة. تم زيارة الموقع مثل ما أكد الأستاذ مصعب عم يأكد لنا تحت الهواء أنه مع رئيس البلدية وإبلاغ المتضرر يعني بالحل الأنسب. هلأ المنطقة ككل أكد بحاجة لجدار استنادي كحل لكل الأراضي الزراعية اللي بمحاذاة الطريق أو الجدار الحجري، لكن اليوم يعني لسنا بصدد حسب ما أكد أنه تحديدا هيك جدار بيكلف مليارات الليرات، وبالظروف الحالية لا طاقة للمديرية أو المؤسسة. بالعموم أكد أيضا من خلال جولة وبعد الكشف على كل المحاور الرئيسية ما في مخاطر حقيقية. تم صيانة إسفلتية للطرق اللي حصل فيها بعض الحفر، بعض الانهدامات نتيجة الغزارة المطرية وبعض المشاكل. ما عدا النبع بمنطقة عين الشرقية عم بيصرف المياه على الطريق، بالتعاون مع الجهات المعنية رح يتم وضع قناة مطرية بحيث لا يضر الطرق ولا يزعج المارة. هيدا بما يتعلق شكوى عين الشرقية. أيضا بالشكوى المتكررة لسائقي التاكسي اللي طالبوا بالسماح لهم بالتوقف بالشوارع والأماكن العامة، صراحة تكررت هيدي الشكوى على مدار السنوات الماضية، لكن دائما الرد عم بيكون بشكل متكرر. أيضا سيادة العميد بسام سعود رئيس فرع المرور أكد أنه حسب القوانين والأنظمة التاكسي هي سائحة عامة جوالة لا يحق لها التوقف إلا إذا كانت ملك أو تعاقد مع مكتب المكاتب المرخصة، اللي بالتالي بترخص موقف أو ساحة بيقدروا يوقفوا بهذا المكان لحين يتم الطلب يعني طلب تاكسي إلى ما هنالك. أما بالعموم لا يمكن التوقف، لا سيما بالأماكن الحكومية يعني اللي فيها ازدحام عجقة كتير، مثل المشافي، المباني الحكومية على أنواع المختلفة، بالشوارع الرئيسية اللي فيها ازدحام أكيد ممنوع التوقف، مع كل أسف لا يسمح لإلهم. يعني هذا كان الرد وبشكل حازم بهذا الموضوع. تم التغاضي، أكد سيادة العميد بسام سعود أنه عم بيتم التغاضي عن البعض اللي عنده حاجة معينة، ورقة إلى ما هنالك، بده يشتري شغلة ويرجع بشكل سريع، لكن فيهم التوقف، أخذ استراحة بالشوارع اللي ما فيها زحمة تلقائيا، بعض الأوتوستراد اللي بعيدة عن مركز المدينة. هذا هو الرد، يعني نحن منقدر حاجة الجميع اليوم بظل الظروف الصعبة، ومثل ما أكد أحد الأخوة المواطنين اليوم أو السائقين ما كل الناس قادرة تطلع تاكسي، وبالتالي عم بيكون صاحب التاكسي يقطع مسافات طويلة بدون ما يكون في طلب فعلي، وبالتالي عم بيروح البنزين يعني هدر اليوم كمان بظل غلاء البنزين بشكل عام. لكن هذا الرد اللي إجانا وبشكل واضح وقرار نهائي يعني حسب القوانين والأنظمة.
غياس بدنا نعتذر منك، عم تخبرنا مرح بالكنترول لم يتم الرد من قبل مدير الموارد المائية، رح نحاول مرة تانية وأكثر خلال الحلقة. إذا ما حصلنا على رد خلال الحلقة أكيد الأسبوع القادم إن شاء الله بيتم حل الموضوع يا غياس. رح نكمل مع اتصالاتكم على الرقم 214 5217 أو 218. أبو نغم مرحبا. صباحي. أهلا وسهلا فيك. تمام الله يسلمك. مدام يعني واحد بده يشتغل شغلي يشتغل مظبوط. طيب خليني رد عليك قبل ما تكمل كلامك بما يخص الصرف الصحي. لا ما الصرف الصحي. طيب خليني أجاوب على الشكوى اللي طرحتها خلال الأسبوع الماضي بما يخص الصرف الصحي، عفوا الحلقة الماضية الاثنين. هلا أكد لي الأستاذ منذر علي تحت الهواء تم صيانة تعزيل. مدام مشكورين طلعوا لهون ونظفوا كل الفوهات المطرية الصرف الصحي. بس حتى الفوهات اللي تحت على الطريق العام شالوا مني فوهتين جنب بعض ومحطوط صوب مني حاويتين قمامة يعني. أنا حكيت معه وشفتين قال لي يا أخي حكومة مع مجلس المدينة المسؤول عن النظافة يزيحوا هالحاويتين لأنه على طول قمامة ما تكون على الأرض لما ما يصير مطر ما ينزلوا بالفوهة. يعني شالوا سيارة نطفوا سيارة ما بعرف إذا أستاذ أنا حكيت مع الأستاذ عمار من باري الأستاذ لأنه إذا صار مطر بده يرجعوا ينزلوا بالفوهة الثاني مرة. تبعتيني الموقع بالضبط أبو نغم. الدعتور طريق الدعتور بعد الجامع بشي 50 متر على اليسار انت طالع باتجاه الدعتور. طيب. موجود ما بعرف اذا السادة موجود بس الصبح رجعت حكيته للاستاذ عمار وقال لي خلص بدي اروح شيلي بعد سيارة تشيلي. نعم. بس بالنسبة لمدام للترقيع. ترقيع شو؟ طرقات الجور والحفر عندنا بالدعتور. نهار الثلاثة مجلس المدينة بعتيني تراكتور في هذا مخصوط الزفتة. طبعا هذا معلش مثله مثل إذا رمل أو نحاتة. وبعدين طبعا سائق التراكتور واثنين عمال واللي ما يوثق العمل معه موبايل ما هي. مدام بده يشتغلوا الشغلة يا يشتغلوا مضبوط يا أما بلاها. يعني كل جورة فيها مي فيها وسخ شو ما كان فيها بيكبل له رفشين بالجورة وبيصور وبيضل ماشي. جيت أنا على عنق شو هذا الشغل ما تشتغلوا أنتم. بدو هاي السرفيس مرق وراكين نزل بالجورة نفسه لأنه لا ما يندحي ولا في مادة إنه تمسكه بالزفت الثاني. وإسا ما صار مطار يعني تعرف هذا بس صار مطار هذا بدي يكون بيرجع طبيعي جماعة الصرف الصحي لأنه راح ينزل بالقنوات الصحي. طيب يعني أنتوا عمين ما تضحكوا هذا ضحك على اللحى هذا صار إنه أنت ما تكبل لي مخصوط زفت وتجي تصوره وينزل على مجلس المدينة عفوا إنه هني عملوا زفتوا لطريق المزاق. طيب مازال لليوم مدام اسا المجابل شغاله وفي زفت قلت امبارح كانوا بفدوا ما يزفتوا. نعم. وامبارح كانوا بمينة البيضة. يعني في 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 مثل ما بيقولوا امكانيات ومازال اسا الزفت موجود. ليش ما تتعاملوا مع هالجور هاي يعني رغم انه ما بتاكل شغل كثير. طيب. يعني هذا لو عايدين هذا صياغته لهذا المجبل الزفتة بالمجابل كان بيصلح للتزفيت. هلا هذا الكلام ما فينا نحتمه ابو نغم بالنهايه نحن ما لنا فنيين يعني. لا لا لكن كلامك أنا انه أنا بعرف المواضيع. هذا بيضيفوا له الزفت وبيرجعوا بيعرضوا له الحراره وفين اني يرقعوا فيه اما بهالطريقه هذا ما يضحكوا على العالم. تمام هذا ضحك. هلا بكل الاحوال يعني هذا الحل ما هو منطقي يعني لا سيما مثل ما عم بتقول انه يعني هو الحديث عن موضوع القشط وموضوع الجماش اللي بينحط بشكل اسعافي دائما التأكيد على أنه ما نو حل دائم وبعد كل مطرة أكيد رح يزول حتى مدام ما نو إسعافة. يعني هذا بعد لو صارت مطرة وراء هاي المكان ضل ولا نتفي. كان بينة الجوار مثل ما كان بعدين مدام مشان موضوع المازوت يعني اليوم بتصريح من الدكتور معل إبراهيم أنه لليوم بالمدينة تم توزيع 25% من الدفعة الأولى 50 وبالريف 43. طيب ونحن صرنا ما يوزعوا بتصريح يعني هذا كلامه انه من اول ايلول لليوم لوزعوا 25%. طيب معناتها راح تخلص الشتوي ويا دوب يتوزع
الخمسين لتر حكينا المودة. فيها سابقا مع مسؤول التدفئة بساتكوب، وأكد حسب عدد الطلبات الموجودة اللي عم تتوارد لمدينة اللاذقية يعني بمعدل 3 طلبات باليوم، فتباعا رح يكون هذا الموضوع. يعني كلامك يعني صحيح ودقيق، لكن للأسف هذا الواقع. مزبوط يعني يا أبو نغم، مثل باقي الشتويات نتمنى إلنا نتمنى يكون التوزيع بوتيرة عالية حتى ما يجي الشتي وما نستفيد شيء من المادة، يعني مثل كل مرة. تماما هذا اللي ما يصير. لا حتى 50 لتر ما تروح، يعني إني ما استلمتي أنت الدفعة الثانية راحي. وأنا بتشكرك كثير مدام، لأنه حكيتي مع جماعة الصرف الصحي وشكرا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك يا أبو نغم. ونظفه، بس بنتمنى أنه جماعة النظافة أنه يشيلوا هذا مشان لأنه ما يقول لهم في مطر المساء. طيب سجلت الشكوى يا أبو نغم. شكرا. حد الصرف المطري تماما في عند فوهات مطرية تماما. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. أهلا أهلا. هلا كمان بالتأكيد على موضوع جاهزية قنوات الصرف المطري، يعني إن شاء الله وحسب التصريحات الرسمية تم تعزيلها بالكامل بكل المدينة، مو بس بالدعتور، بكل المدينة، بالتعاون ما بين المؤسسة العامة للصرف الصحي وما بين مجلس المدينة. وتأكيد على هذا الكلام الأستاذ منذر علي تحت الهواء، أي شكوى جاهز لمعالجتها مباشرة، سواء عن طريق الإذاعة أو الإبلاغ بشكل مباشر، أي مشكلة تتعلق بالصرف الصحي بالمدينة ككل. هذا الرد بما يتعلق بالدعتور وباقي الشكاوى اللي وصلتنا. راح نتابع مع اتصالاتكم وكل الشكاوى على الواتساب. معنا سارة على الهاتف الأستاذ عمار قصيري مدير النظافة. يعطيك العافية أستاذ عمار، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافية. قبل شوي كان معنا الأخ أبو نغم، صار أشهر من نار على علم، يعني أكيد تواصل معي أبو نغم مبارح ورح نبعت صدق الموقع اللي حكى مشانه جماعة الصرف الصحي. طبعا عم نشتغل كثير نحن بالمدينة، كل شغلنا بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي ومديرية الخدمات الصيانية. عمل تقريبا خلينا نقول واحد عم يصير فترة طويلة، خصوصا استعدادا لقدوم فصل الشتاء. في صار تم تعزيل مصارف مطرية عند مدخل الدعتور، تم وضع البقايا ونواتج التعزيل في منطقة، راح نبعت آليات يتم الترحيل اليوم. هلا مو بس النواتج، عم بيأكد أبو نغم إنه في حوايا، يعني عم بتكون حد الصرف المطري، فأي حالة أمطار عم بتأدي لكب البقايا الحوايا أو اللي بتكون حوالين عم تتصدى بشكل يومي صبح ومساء، ما في أي تراكم حول الحوايا. وفي المشكلة أستاذ عمار، يعني حضرتك أكيد مشكور، يعني عم بيتم التفريغ بشكل دائم، لكن لما بيتم يعني نسيانا ليوم واحد للأسف كمان ما حدا عم بيتقيد بمواعيد رمي القمامة، فأي تجميع للقمامة رح تؤدي لدخولها بالصرف الصحي وإغلاقها. فنحن بعيدا عن يعني هيدا الموضوع، فينا نزيحها، في إمكانية لإزاحتها شوي، يعني بكل المدينة ناخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، إزاحة أماكن الحوايا بعيدا عن قنوات التصريف المطري. هلا أختي الكريمة، أول شيء ما في شيء اسمه نسيان حوايا، في شيء اسمه نحن اليوم ما فضينا حاوي نتيجة عطل بآليات معينة أو آلية عم تشغل التحوان، هاي واحد. اثنين بالنسبة لإزاحة الحوايا، احنا في مشكلة كتير كبيرة بنقل الحوايا من مكان إلى آخر. الحوايا في إلى مواقع، أول شيء نازلة عن المخططات، ثاني شيء في معارضة بتصير عن نقل الحوايا من الأهالي تماما. تعرفي انت والشارع اللي موجود في الحوايا عبارة عن محلات تجارية مقابلة بكامل نسق الأبنية الموجود بالجهة المقابلة، ونحن الحوايا محطوطة بمنطقة بحيث تكون أقل ضرر بالنسبة للجميع. رح نحاول نبعدها شوي. أي إزاحة يعني ممكن تكون قريب من المنازل بهي الحالة؟ من المنازل والمحلات التجارية اللي بتصادف الأرض. نحن بكل الأحوال رح نحاول نزيحها عن المطرف المطري مثل ما قلتي، مشان في حال هطول الأمطار ما تسبب انجراف الأوساخ إذا كان في أوساخ متراكمة حول الحوايا. ومتابع الموضوع أنا مع أبو نغم، حتى اليوم تواصل معي على الواتساب كمان وخبرته إنه نحن متابعين معه موضوع النظافة والترحيل بالمنطقة. نعم، باقي خلينا نقول الجولة على كامل المدينة، يعني تم فينا نقول استكمال كل الحملات النظافة بالمدينة ككل.
نحن استعدادا يعني للشتاء حملات النظافة عم تتم تباعا. هلا نحن امبارح انا هنا حملة نظافة بحي الانيسيان مساء استمرت لمدة 3 ايام. نحن اليوم عم نشتغل على الكورنيش الغربي من دوار المحكمة باتجاه نقابة المهندسين لليوم الثاني على التوالي. طبعا بشكل يومي عم يتم التنسيق مع شركة الصرف الصحي ومديرية الخدمات والصيانة، عم يتم تكثيف اعمال تنظيف الفوهات المطرية والمطريات، اعمال تقليم الاشجار في بعض شوارع المدينة اللي ممكن تسبب تكسير او سقوط الاوراق والثمار، الاشجار الزرخت ممكن تسبب اغلاق المصارف المطرية، تعديل الاقمية تم الانتهاء من تعديل الاقمية بنسبة كبيرة بالمدينة، والعمل مستمر حتى خلال فصل الشتاء وموسم الامطار. الاعمال مستمره ما في توقف. طبعا الورشات المناوبه اكيد موجوده، طواقم العمل للتعاون مع الدفاع المدني فوج الاطفاء، واستنفار كامل لكافه مديريات الميول الانشائيه بتوجيه السيد المحافظ خلال موسم الامطار، وفي حال حدوث اي عاصفه مطريه راح يكون في استنفار كامل وتعاون كامل من كافه الشركات على مستوى المحافظه ووضع الاليات الهندسيه والقلابات والتركسات تحت التصرف، وفي حال حدوث اي طارئ ان شاء الله نكون جاهزين بشكل دائم للمعالجه. اذا بتذكر استاذ عمار حاويات مشروع بي، رجعت وصلتنا رساله انه ريحتها قاتله للاسف، ما عم يتم افراغها بشكل متتالي، ما عم فينا نقعد على البلكون بسبب الريحه. وين الموقع بالضبط؟ هلا يا ريت يبعثوا لنا، هي وصلتني الرساله كالتالي، يا ريت يبعثوا لنا فاذا الموقع بالضبط. بكل الاحوال انا بوافيك بالتفاصيل في حال لو سمحت. تم التاخير. الف شكر لتعاونك ولجهودك، شكرا كثير. ايضا بدي احكي منطقه دمسرخو، سبق وحكينا فيها الحلقه الماضيه مع الاستاذ ممدوح حاج حسن مدير المدينه، ما بعرف اذا صار في تواصل مباشر، يعني صار الكلام بما يخص اهمال منطقه دمسرخو انه كنظافه تحتاج الى حمله، فوعد الاستاذ ممدوح بالتنسيق معك يكون في حملة نظافة شاملة للمنطقة. هلا انا 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 شخصيا بتمنى تكون كل المدينة بنظافة دمسرخو. اذا اللي عم يقول لك فيه اهمال، اكيد دمسرخو ما فيها اهمال نهائيا. اكد الاستاذ يوسف، هو اكد انه على تواصل معك وحضرتك متجاوب دائما، هو صاحب الشكوى، لكن عم ذكر فكرة انه في عامل نظافة واحد يعني، واكد الاستاذ ممدوح للاسف في مشكلة يعني بموضوع التعاقد. دمسرخو كان فيها عاملين نظافة، عامل طلع تقاعد نتيجة بلوغ السن القانوني، والعامل الثاني عم يؤدي معه تماما. طبعا الحي مدرج ضمن برنامج حملات النظافة الدورية اللي عم تطال كافة احياء المدينة، ولكن في ميزة ايجابية عم نلاحظها نحن بدمسرخو تطوعي حالي مجتمعي يعني تماما، بنشوفها مثلا احيانا ضاحية تشرين بالتقنية هيدي، كثير احياء صارت في التعاون من المجتمع المحلي. نحن وقت المجتمع بيكون متعاون، ما في رمي عشوائي، ما في في التزام بمواعيد الرمي، كثير عامل واحد يكفي، يعني صار في تعاون كثير كبير، ودمسرخو من الاحياء اللي عم تعطي كثير نتيجة ايجابية بهالموضوع. واي ملاحظه عم تجينا يعني ما في اتصالات عم توردها بخصوص النظافه بدمسرخو. طبعا انا من ساعتين كنت بدمسرخو كمان جوله، ما في اي تراكم للقمامه، ما في، الحوايا فاضيه عم تتفرغ بشكل يومي، طبعا لمره واحده وتكفي بدمسرخو لانه في التزام عم تقول لك بمواعيد رمي القمامه. في كثير احياء عم يعني خلينا نقول نتيجه الوعي، نتيجه ثقافه نظافه، نتيجه ثقافه نظافه، عم يصير تعاون بهالموضوع، عم تكون نتيجه ايجابيه على ارض الواقع يعني. نعم، فقط تاكيدا على الشكوى اللي يعني وصلتنا، صار فيها حديث برجع بخبرك مع الاستاذ ممدوح حاج حسن، لكن كونه حضرتك موجود معنا على الهواء يعني لابد من ذكر الموضوع. شكرا لك استاذ عمار، شكرا لتعاونك، يعطيك الف عافيه. شكرا كثير. اتصال من نبهان. الو يا نبهان، بعدك معنا؟ اهلا وسهلا فيك، انا اسفه نطرناك. ما حكينا شيء وتنفذ ابدا، دوامه في اليوم طريق الضيعه، الباص عم يكون 6:15 بالضيعه، ما في باص بالبلد بالكرار. نرجع الحديقه، اجى الاستاذ ايمن الاسكي مشكورا وشاف الحديقه بعيونه، قلنا له الحمامات 3 سنين ما تنظفت، قال له للحارس تقفل الحمامات، هذا ما نحل.
قلنا له المي، قال المي ممنوع، المي بالحديقة من الشرب هيك بحديقة الامتحانات ليل مع نهار، وعم يغسلوا السيارات العالم منه. كمان قال هوني ممنوع. قلنا له الخزان خربان، قال لا. قلنا له المقاعد، قال لموا من بعد كنا نصلح الحديقة. معقولي هالحكي يا مدام ختام؟ هيك حكى الأستاذ أيمن الإسكي. شو توصيفه؟ مدير الحدائق، وشاب بعيونه، بتمنى تطلعيه على الهواء يشرح لك الوضع. يلا تكرم عيونك يا نبهان. بعدين الباص ما عم ياخذنا من طيب. هون عالضيعة ما يطلع. يا نبهان موضوع ما. الباص حكينا فيه سابقا وكان مدام ختام ما حد بيطلع. ستي بدك تكوني بمشقيتها. نعم ستي مننا ما في باص يطلعك على مشقيتها. طيب إذا صار تأخير عن هذا الموضوع للأسف يا نبهان إيه؟ الحل تم وضع التوقيت بالتعاون ما بين المختار وما بين طيب خليني كفي حكي بالبلد نحن ما استفدنا طيب شيء. طيب تمام تمام أنا معك يا نبهان أنا معك، لكن الأولوية ذكرنا بحلقة سابقة الأولوية للطلاب الموجودين بالمنطقة. إذا صار في تأخير للباص إذا صار في تأخير للباص عن هذا الموعد رح يتأخروا الطلاب والأساتذة الموجودين بالمنطقة. ربنا نطلع أرزاقنا وعشغلنا. حقك لكن رجعوا باص الدولي، رجعوا باص الدولي عم يخدم 16 داعم، ما عم يخدم قرجالي. عم يخدم من القنجرة لقرجالي يا مؤلس ولاس خربت ولاس صغاره كلهم عم يجوا يتجمعوا يجوا فيه. يا رمي رجعوا الباص، الباص معطل. نعم. هو شالوا معطل الباص. نعم لا احكينا اكيد هو ما عطل. شو فرق المعطل يا اخي؟ اجباري بحب دعية. روح احنا لنجيب دواء ما في غير اسبرين اربع انواع 40,000 دواء و40,000 خبز طلع الراتب برا. كمان ما حكيتي لنا بالدواء، حكينا تحت الهواء يا نبهان وذكرت هذا الموضوع. طيب هلا اكيد للاسف يعني كل المضحك المبكي كل الشكاوى اللي بتوصلنا وتحديدا فيما يتعلق بالدواء يعني للاسف ما رح يكون بين يوم والتاني. نحن بنتمنى لو معنا اي العصا السحريه يا نبهان يعني يكون فيكون يا ريت لو كل القصص بتنحل بهيدي البساطه. يعني مبين الباص ان شاء الله بطل بطل، ما عم يخدم قريه، عم يخدم 16 قريه يا جماعه. هلا نحن كنا بإلحاح على إعادة الباص محور بالكامل فعلا بيخدم الباص. كيف بدي اروح على مشخيتها الساعة 6 يكون على الباص، 6 وربع عم يكون بالضيعة؟ طيب انا بشو بدي اروح؟ الدنيا شتوية يعني بس ما بعرف ليش عم يطلع من هون عقرة جاي يطلع 5 بنروح فيه خيو. معلش والإجرة بدنا ندفعها، ومنتمنى منك تتصلنا بالسيد محافظ اللاذقية انه يرجع لنا الباص. والله 16 دعام يخدو انت اللي الله تكرم عيونك يا نبهان. عموما ما انا اول شكوى تحال. البطل بيبين البطل، بطل شايلة الباص 16 دعام يا مدام من خنجرة لتوصي لا ثلاث. عم يجوا يا حرام العالم يطلعوا بالباص يجوا يقضوا اولاد كذا كانوا يستأجروا بالبلد. ما بعرف شو بدي اقول لك، يعني مبين شايلة الباص غلط. نحن ما عم نقول صح يا نبهان هذا الرد اللي وصلنا. بالعموم نحن اللي علينا بنرجع منجدد الشكوى لو سمحت. نحن اللي علينا بنرجع منجدد الشكوى. برجع بقول لك نحن الحل مو بايدينا، نحن كجهه اعلاميه مسؤوليتنا نعرض الشكوى على المعنيين وطرح الحل ان وجد حسب رايكم. نحن قدمنا كل الطروحات اللي طرحتها يا نبهان سواء انت او غيرك من الناس اللي تواصلنا معهم، لكن للاسف نحن ما عم نحكم انه صح هذا الموضوع. لكن بطبيعة الحال برجع بأكد هذا الرد اللي إجانا، نحن من المعنيين وسواء المكتب التنفيذي لقطاع النقل مدير النقل الداخلي وكل المعنيين حتى بلدية مشقيتة حتى المختار بقرجالي كل الجهات أكدت على موضوع الباص. هلأ تم وضع التوقيت كحل بديل عن النقل الداخلي. النقل الداخلي أكد لو عورة الطريق وإعطال الباص قد يكون آخر واحد ما عطل، لكن ما بعرف يعني قدي هذا الكلام دقيق، ما فيني احتم من عندي. انتو كمواطنين بتقولوا ما عطل بالباص، لكن النقل الداخلي جاء الرد على انه نتيجة الاعطال المتكررة لا جدوى اقتصادية من وجود الباص بسبب عورة الطريق، تم استبداله بباص بسيرفيس من بيطلع من نهاية مشقيتة حتى القرى المتفرعة يعني ما بعد مشقيتة قرى قرجالي والمجاورة. نحن نتمنى
نتمنى لو كان يطلع من الفاروس، وناقشنا هذا الموضوع أكثر من مرة يا نبهان. احنا آسفين، لكن كمان بدنا ناخد اتصالات تانية. برجع بقول للأسف يعني بعض الشكاوى دائما تكرر وتعاد لإهمالها، لتأخر بحلها. قد يكون الحل موجود، ما بعرف قدي الحديقة مشروع الزين عشرات المرات حكينا فيها. نتمنى إذا فينا نرجع ناخد الأستاذ صافي عيوش مدير الخدمات والصيانة، كونه أكد أكثر من مرة على أنه إيه وعد على حلها لكن دون جدوى. يعني يمكن نبهان هلأ طرح شكوى فتحت الجروح على كل المواضيع اللي تطرح وتثار ويتم إهمالها. حكى أبو نغم نقطة تتعلق بالطرقات، من جهة تانية تبرر البلدية الإمكانيات المتوفرة عندها، موضوع عدم إمكانية التسفيت بقميص إسفلتي بالكامل فقط بقشط زفتي إن وجد أو إجماش. هذا الموضوع المتكرر سنويا، بتم الأولوية للطرق الرئيسية للمحاور الرئيسية وباقي المحاور إسعافيا وحسب ما بيقول الناس كيف ما كان. يعني جروح كتيرة للأسف لما بنحكي بميزانية بالملايين وبالمليارات أحيانا، وفجأة بيكون تطبيق هاي المليارات على أرض الواقع يعني ما بيبين على آلاف الليرات كواقع. نحن عم نحكي ما بين الميزانية المعتمدة وما بين التطبيق على أرض الواقع. معنا اتصال من شوكت. ألو مدام، في مساكي. أهلا وسهلا فيك، تفضل. فيك يا مدام في تام مشان طريق جوبيا شو المدخة. نعم، أنا سمعت مقابلته للأستاذ محمد، كان معي زي اللي يطلق الآليات موجودة، هي راح المطار وصار شو أسبوعين وهي جاي المطار ولا حلوا لها المشكلة، يعني كلها شق في 110 متر، يعني أي بخت مطر سيارة بغت تطلع. نعم بقى لا هلا موجود لها حل له. طيب نحن وعدنا كمان انه الحل يعني مفروض خلال هيدا الاسابيع، فقط ما بعرف شو سبب التأخير. جاي منخفض قوي لاساس. يلا نرجع منذكر بالشكوى. تكرم عيونك يا شوكت. ما اعطى طريق رئيسي مدخل، يعني ما في سيارة تطلع. اهلا وسهلا فيك، يسعد اوقاتك شوكت. رح نكمل مع اتصالاتكم على رقم 214-5217 أو 218 ورسائلكم على الواتساب على رقم 0994-521-053. كمان رسالة بما يخص بوابات الانترنت. هلأ اليوم بظل ارتفاع أسعار الانترنت، الشركات الخاصة صارت الحاجة أكثر للبوابات. هلأ تم توزيع من فترة قريبة بوابات انترنت يعني على العديد من المقاسم والمراكز، رح نرجع هيك نسترجعها إذا فينا مع الأستاذ أحمد الحايك مدير الاتصالات. وفي شكوى تتعلق بإعادة تركيب بوابة وصلتنا من فترة ورجعنا كررنا الشكوى. هلأ تحت الهواء بعض الشكاوى كمان بتوصلنا نعرضها. هلأ الصاحب أو صاحبة الشكوى عم بتقول بناء على الطلب اللي سجلته بمقسم جبلة من 14-2-2022 من السنة الماضية على تم فصل البوابة بغض النظر عن الأسباب. طلب المقسم أنه إعادة استعادة البوابة يتم عن طريق طلب من الوزارة بدمشق، وعلى هذا الأساس أنه تم إرسال الطلب، لكن لليوم هي سنة كاملة سنة وشوي ولا بيّن شو النتيجة، وعم بيترجوا أنه رجاء نحن بحاجة بوابة. صارت تكاليف الاتصالات الانترنت عبر الشركات الخاصة مرتفعة جدا أكثر من قدرتنا. رح نكمل فإذا باتصالاتكم ورسائلكم بلحين إذا في إمكانية الرد من الأستاذ أحمد الحايك مدير الاتصالات ليجاوبنا على هيدي الشكوى، ورسائلكم على الواتساب على رقم 0924-531-053.
قبل ما نختم، في رسالة هلا تأكيدا على موضوع الشكوى للقمامة اللي وصلتنا قبل شوي، رح نرجع نحولها للأستاذ عمار قصيري مدير النظافة، اللي وصلتنا بالحاويات بمشروع بي، طلبنا زيادة معلومات أو معلومات تفصيلية. دخلت مشروع بي من جهة ذوار الأزهري قمامة لا يتم تفريغها ورائحة مزعجة. طيب رح نرجع صديقنا وصديقتنا نحولها للأستاذ عمار قصيري تباعا، ونتمنى يكون الرقم الموجود على الواتس ذاته هو اللي يتم استخدامه كمان لنحوله للتواصل معكم للتأكيد على هيدي الشكوى. لمن يرى الصورة ولا يبصر، نحن جماعة نتمنى أن ترمي مشاريعنا كيلومتر مربع على امتداد الساحل. نحرك المياه الراكدة لهالأفران تتربى بطلب الاستاذ الحافظ وكل المصدر. معكم نعيش الوجع ولكم نرفع الصوت. برنامج بخدمتكم، صوتكم بكل أمانة. تابعونا من المركز الإذاعي والتلفزيوني في اللاذقية وعبر بثنا المباشر من قناة أوغريت وإذاعة أمواج FM وعلى صفحات التواصل. بآخر حلقتنا لليوم معنا اتصال كمان على الهواء. ألو، عنسي كيفك؟ أهلا وسهلا فيك، تفضل. الله يخليك. عم بسمع عنسي، نحن خط جندري الهاتف. نعم. صاروا 3 سنين وهي الرابعة مقطوع الخط، نحن عندنا بوابات، عندنا هواتف وعم ندفع رسوم الشراك. طيب 4 سنوات والخط مقطوع، يعني حرام. طيب هلا هذا المحور ذاته حكينا فيه سابقا، واكد الاستاذ احمد الحايك، هلا للاسف لم يتم الرد مباشره على الهواء، كنا اخذنا التليفون مباشره خارج التغطيه، عم تخبرني مرح لشكوى سابقة. هلا خط الجندري بعض المحاور تم سرقة الكابلات فيه، ما بعرف إذا نفس المحور. طيب إيه أنسي، بس يعني شغلة 200 متر. طيب والله حرام، يعني 4 سنوات ما عندنا هاتف. أعطيني الرقم يعني ما لو سمحت. لو إنه بيت أو 2 3 4، يعني في عندك حوالي 100 150 بيت. أعطيني الرقم لو سمحت، رقم هاتف موجود بالمنطقة. عم تسمعني؟ ألو؟ إيه أنسي، رقم هاتف موجود بالمنطقة لو سمحت. 821 700. في أنسي حيلا رقم بالجريمقي. بالجريمقي، تمام وصلت الجريمقي خان عطا الله. طيب. ومن مفرق عين اللبن قدام البيوت كلها، مفرق قصمين. نعم. كلها يعني عندك حوالي 200 بيت، 200 عائلة من كلها مقطوع عنا 3 سنين وهي الرابعة. تمام. وبالراجعين بيقولوا لنا الشهر هذا غير السنه. يلا تكرم عيونك، وصلت الشكوى، اهلا وسهلا فيك، يسعد اوقاتك. اهلا وسهلا فيك.
هلا بعض الرسائل ما قدرنا نفتحها للاسف على الواتساب بسبب عطل حصل مؤخرا بالواتساب. رح نرجع نستعيد كل الرسائل ان شاء الله بالحلقه القادمه. اعذرونا. اكيد فيكم دائما كمان تراسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك, صفحة البث المباشر, لكل التعليقات. حتى لو ما ردينا مباشرة على الهواء, أكيد كل الشكاوى بتم تسجيلها وإرسالها إلى المعنيين. شكرا لكم للجميع. كنا معكم برنامج بخدمتكم من راديو أمواج وقناة أوغاريت. كنت معكم بالأعداد والتقديم ختام صقر, الإخراج خلود يونس, والشكر أيضا لزينب عباس. الشكر أيضا لزينب عباس.